أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قرأت في بعض كتب الفقه بأن أكل الضبع حلال، والسؤال: ما الحكمة من حل أكله علما بأنه مفترس وذو ناب؟ هذا في السنة، ما هو في كتب الفقه فقط، في السنة. حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكل الضبع وهو من الطيبات، وهو من الطيبات، فيكون مستثنى من كل ذي ناب، يكون مستثنى من كل ذي ناب، يحل أكله بالسنة الصحيحة. نعم.